صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشره، معكم من منطقه حي المحمدي عين السبعيني بطوار القديم. كنعرف هذا الشيء ذا اقبال كبير على المأكولات السريعه، كل شيء كيجي يتعشى هنايا يعني حتى هما كيبقاو حالين الليل كله 24 ساعه. دائما يوم الجمعة والسبت والأحد تعرف هذا المكان الفوضى. مشاهدينا الكرام، الى هنا ننتهي البث على لقاء مباشر اخر صباح اليوم.